كما أكد المستشار نواف حمزة أنه بعد مرحلة تلقي طلبات الترشح سيتم عرض قوائم المرشحين وتلقي طلبات التصحيح والاعتراض لمرشحي مجلس النواب وأعضاء المجالس البلدية، تستمر لمدة 3 أيام من 22 من أكتوبر إلى 24 من أكتوبر الجاري. المرحلة اللي احنا فيها نفس ما أنتم عارفين هي مرحلة تلقي طلبات الترشح، نفس ما قلنا اللي هي مدتها 5 أيام. بعد ذلك سوف تعرض كشوف المرشحين، الذي لم يجد اسمه في هذه الكشوف يستطيع أنه يعترض خلال 3 أيام أو خلال مدة عرض الكشوف اللي هي 3 أيام أمام اللجنة الإشرافية ذاتها، وتصدر اللجنة الإشرافية قرارها في هذا الاعتراض خلال 3 أيام أيضا. وبعد ذلك يجوز لمن لم يتم الموافقة على اعتراضه أو تم رفض اعتراضه أنه يتقدم بطعن أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية خلال 3 أيام، واللي بدورها تفصل في موضوع الطعن خلال 7 أيام بحكم نهائي غير قابل للطعن، وبذلك تكون هذه الكشوف هي الكشوف النهائية للمرشحين، وتبتدي بعد ذلك الإجراءات الأخرى فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الموضوع.